يلا يا شو 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 انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة اصل ال السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانة. سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبي. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني احنا في السرير احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتك. انتكت؟ انتكت ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذوا الحلزوني واروح بلدنا. روح. ايوه هروح. تروح اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا ادخل الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. اه اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه روم بعدين، عارف مرقه روم؟ اسمع كلامي، محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي؟ هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يامه، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جماعه هو. اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو العيال هنا علقها؟ ده رشاعة. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانة. مفيش معنانة ده. أنا دكتور جمعة، ومئة مرة قلت محدش يتصرف من غيري. وإذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، أنا مئة مؤسسة تتمناني. في إيه يا أستاذ؟ إيه يا هاموش؟ إيه يا سيد هاموش؟ خلاص؟ مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح، رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيب، ما بغيبش كده انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم،
عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبان. طب خلاص خلاص، انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعال لي. لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتتبعوني على البرد؟ لا هنتبعك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحمه عزيز قوم زل. ارحموا عزيزة قوم زل. واقف على ناس يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النظارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس.
الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28